شهد الفريق ركن مع الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية وسعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان صباح اليوم حفل توزيع وحدات مشروع عالي الإسكاني على الضباط المستفيدين بوزارة الداخلية. وبهذه المناسبة تقدم معالي وزير الداخلية بأسماء آيات الشكر والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على رعاية جلالته وتوفير الحياة الكريمة لرجال الأمن في إطار حلقات الدعم والمساندة التي تحظى بها شرطة البحرين، وتقديرا لعطائهم الممتد لأداء الواجب وصون الأرواح والممتلكات والحفاظ على المنجزات الوطنية. وأعرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره لوزارتي الإسكان والأشغال والبلديات والتخطيط العمراني وهيئة الكهرباء والماء لتعاونها في إنجاز هذا المشروع الإسكاني وإتمامه وفق الجدول الزمني المحدد وبالمعايير والمواصفات المطلوبة. ويشمل مشروع عالي الإسكاني على 21 وحدة سكنية جرى توزيعها على الضباط المستفيدين وفق تطبيق دقيق للمعايير، وتبلغ مساحة الوحدة 374 مترا مربعا. وفي سياق متصل أعرب الضباط المستفيدون من وحدات المشروع الإسكاني عن خالص الشكر والتقدير والامتنان وعلى الدعم والرعاية التي يحظى بها رجال الأمن من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، والتي تعتبر حفل توزيع وحدات مشروع عالي الإسكاني أحد مظاهرها وعلاماتها التي ستظل راسخة في العقول والقلوب. وأشاد المستفيدون في كلمتهم بهذه المناسبة بحرص معالي وزير الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم لمنتسبي الوزارة، وهو أمر محل تقدير وامتنان ويأتي ضمن منظومة متكاملة من الرعاية التي أولاها معاليه العناية الفائقة في إطار استراتيجية تطويرية وتحديثية والتي تراعي جوانب عديدة في مجال إعداد الكوادر وتهيئتها. بعد ذلك قام معالي وزير الداخلية بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، عقبه تسليم الضباط المستفيدين مفاتيح الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم. وفي ختام الحفل تفقد معالي وزير الداخلية والحضور إحدى الوحدات السكنية للمشروع. لأرفع إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى بأسماء آيات الشكر والعرفان على رعايته السامية للملف الإسكاني على وجه الإجمال. طبعا اليوم ولله الحمد احتفلت وزارة الداخلية، وإحنا طبعا مسرورين بهذه الاحتفالية البسيطة لتسليم 21 بيت في عالي. وفي الواقع الأمر هذه المشروع يأتي الثالث من خلال سلسلة من المشاريع اللي تم تنفيذها لوزارة الداخلية. طبعا يتزامن توزيع 21 وحدة إسكانية في مشروع عالي الإسكاني مخصص لمنسوبي وزارة الداخلية مع توجيهات سيدي سمو ولي العهد حفظه الله لتوزيع 4200 وحدة سكنية، وهذه طبعا يأتي من ضمن البرنامج اللي أعدته وزارة الإسكان لتوزيع 4200 وحدة سكنية. وكما دائما نأكد على أن الحكومة الموقرة تضع الملف الإسكاني على قائمة الأولويات، وهذه طبعا مؤكد من خلال الدعم اللامحدود التي تبذلها الحكومة الموقرة من قبل سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر. وفي هذه المناسبة أيضا حبيت أهني معالي وزير الداخلية ومنسوبين وزارة الداخلية على هذه المشروع والمشاريع القادمة إن شاء الله.